جمعية دير طريف هي مؤسسة خيرية أردنية تعنى بالغذاء والدواء وشؤون المرأة والطفل، وتقدم مساعدات عينية ومالية للفقراء من خلال تأسيس لجان دينية ورياضية واجتماعية تقوم بكل أعمال الجمعية. جمعية دير طريف الخيرية تأسست في 2006 بفضل الله، وقامت على جهود أبنائها. مشكل عندنا مجموعة لجان الحمد لله فاعلة جدا في هذه الجمعية، منها لجنة اجتماعية، لجنة دينية، لجنة رياضية، بتقوم لجنة ثقافية طبعا كمان. قمنا بعدة نشاطات. هلا احنا نشاطاتنا متعددة، وهي النشاطات يعني تأخذ طابعين، الطابع اما انه يكون من خلال نابع من نفس الجمعية ولجانها، او بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني. هلا هذه المؤسسات بشكل عام والجمعية قائمة تعرف على الأعمال الخيرية والتطوعي، فكل أبناء الهيئة الإدارية وأبناء الهيئة العامة متطوعين لهذه الجمعية. بفضل الله إحنا ارتقينا في هذه الجمعية من خلال نشاطاتها، إن كان على مستوى أيام طبية مجانية لعموم المنطقة بشكل عام، إضافة إلى نشاطات رياضية برضو مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام تمت في هذا المبنى. أيام طبية كانت كمان يعني خلينا نحكي اللي هي بتتعلق بتخصصية في الموضوع، كالكشف عن سرطان الثدي. اللجان الاجتماعية عملت كمان بشكل متواصل في موضوع الترابط بين أبناء الهيئة العامة وأبناء الهيئة العامة مع أفراد المجتمع المدني. تعمل الجمعية على دعم النساء مادياً، وتشجع الطلبة المتفوقين من خلال قروض، وتقدم أيضاً دورات للمجتمع المحلي. الجمعية تقوم بمبادرات كثيرة، من بين هذه المبادرات اللي هو ربط الجمعية بالمجتمع المحلي، وربطها بالمركز أمن الزهور اللي هو المركز الأمني اللي هو المجلس المحلي للمنطقة، وهناك كثير من الروابط التي تربطنا بجمعيات أخرى، جمعيات التي بجانبنا وجمعيات أخرى في المملكة الأردنية الهاشمية. نحن طبعا هذه الجمعية جمعية خيرية تقوم على كثير من الأمور الخيرية، منها رحلات العمرة، منها الربط بين الجمعية والمراكز الأمنية الأخرى لتنشئة الجيل الصاعد وبناء مجتمع محلي كبير. أطلقت جمعية دير طريف مبادرة فعالة ومجانية بعنوان بنت بلدي، وهي مبادرة تعمل على إنشاء مشروع صغير مدر للدخل يقدم لنساء المجتمع المحلي لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم المالية والمهنية. كانت فكرة المبادرة تدريب عدد من السيدات والأسر العفيفة اللي بترعاها جمعية دير طريف. طبعاً بدأت الفكرة إنه بدنا ندرب الستات على حرفة يدوية يقدروا يستفيدوا منها في بيوتهم، ينفذوا الأفكار والشغل والبرشات اللي دربناهم عليها وهي في بيتها، ونلاقي جهة تسوق لهم. فكرة المبادرة، أنا جوردان فولنتير متطوع الأردن. طبعاً هذه المؤسسة الكبيرة اللي بدأت تنتشر بشكل واسع مش بس بالأردن، بالوطن العربي. من أهدافها اللي هو العمل التطوعي، يعني أنا عم بتطوع لحتى أخدم وأفيد مجتمعي اللي أنا بعيش فيه. الفكرة كانت إنه يستفيدوا من وقت الفراغ وينتجوا ويشتغلوا ويتعلموا الحرفة اللي هي شغل السنارة الكروشيه. كان عندنا 21 ساعة تدريبية على 7 حصص، كنا نعطي يوم بعد يوم، كانت الحصة مدتها 3 ساعات يتخللها بريك. الورشات اللي كان مفروض إنهم يتعلموها وينتجوها بالإضافة للدروس، كان عندنا ورشة الشال الستات المستطيل، وكان عندنا نسيج دائري اللي هو الطاقية والسكارف الدرابي.
طبعا الستات احنا قطعنا اسبوع من التدريب، انتجوا بشكل وسرعوا بالدروس وعم بتعلموا اكثر، والدروس عم بيستفيدوا بطبقوها وبيسيفوها بافكار كثير حلوه. يعني انا باجي على الحصه وانا متفاجئ بافكار كثير حلوه من الستات، هذا إشي اعطاني حافز ودافع بزياده. ياتي اطلاق المبادره بهدف ترسيخ ثقافه عمل المراه وابراز خصوصيه بعض النساء الفعالات اللواتي نجحنا في إعطاء قيمة مضافة للمجتمع نظرياً وعملياً. عمري 53 سنة واستفدت يعني أشياء كثير ولله الحمد في هاي الدورة. يعني أنا بشتغل من زمن يعني اللي تقريباً 25 سنة، بس في أشياء مسميات ما كنا نعرفها، مسميات القطاب، مسميات العواميد، البترون ما كنا يعني نعرف نشتغل عليه. يعني حاليا نشتغل على البترون، هي يعني عينة اشتغلت على البترون انا لحالي، طلت على النت واشتغلتها لحالي. كنت موظفة فنية مختبر من هي جامعة يعني وبشتغل، بس استقلت من شغلي في نهاية السنة. يعني كنت حاملة الهم كيف بدي اضلني في الدار من بعد كل هالسنين اللي انا بشتغل، فسمعت بالدورة وأجيت جوزي حكالي عنها على طول يعني من أول السنة، والحمد لله. كنت خايفة أني أكون أنا واحدة كبيرة يعني أنهيت شغلي وألاقيهم كلهم بنات صبايا صغار، لما أجيت شفتهم كبار وصغار يعني حسيت أني لساتني شباب زي البنات الصغار اللي معانا. أنا جيت وسجلت وكنت خايف لأني عمري 43 سنة هم ما ياخذوني، فلما رنوا علي أنا انبسطت وجيت وأنا استفدت الحمد لله رب العالمين. ما كنتش أعرف أمسك السنارة، صرت من فضل رب العالمين أنسج حتى وين ما بروح، حتى لو ضيفة باخذ الشغل معاي صرت من كثر ما حبيته. استفدت بأشياء كثيرة، صرت إنه أقدر أعمل إشي على ذوقي، الإشي اللي أنا بدي إياه، صرت أعرف أعمل لفحة طاقية، ممكن أعمل لأختي الصغيرة، أعمل لأقاربي، أهدي أعزائي أو عائلتي. يعني صرت أعرف أعمل أشياء كثيرة. أنا استفدت من هاي الدورة أشياء كثيرة. أول شيء أنا ما كنت أعرف أمسك السنارة، لكن من فضل الست عبير قدرت أعمل أشياء كثيرة ما كنت أتوقع أني أعملها. أول إشي أنجزنا هذا الشال، طبعاً أخذ معنا وقت 3 أيام، كل إشي بياخذ وقت، بس حلو أنه مثلاً نتدرب اللي أعطتنا إياه. في كمان أشياء كثيرة ما تعلمناها، وبتمنى أنه تكون في دورة بعد هاي الدورة. يعتبر هذا النوع من الحملات محاولة ناجحة لتقديم الأمل واكتشاف الجوانب المضيئة في نساء المجتمع الأردني وإبراز مهاراتهن الحرفية واليدوية. أيمن الحمود، رؤية